دشنت غرفة تجارة وصناعة حضرموت باكورة عمل مركز حضرموت للتوفيق والتحكيم التجاري بمدينة المكلا. وخلال التدشين أكد مدير مركز حضرموت للتوثيق والتحكيم التجاري المحامي مجدي بوعابس أن عمل المركز جاء نتيجة عمل مشترك بين غرفة التجارة والصناعة ومنتدى التنمية السياسية بعد تأهيل عدد من المحكمين والخبراء عبر ورش عمل منسقة للمحامين والقضاة، وكذا إعداد الأنظمة الأساسية ولوائح عمل المركز وتأهيله وتأثيثه، مشيرا إلى أنه من اليوم سيتم بدء استقبال القضايا التي تخص التجار، وسيكون هناك قضاء نوعيا تجاري لدى المركز سيفصل بين قضاياهم لسرعة الفصل بينهم وتوفير بيئة آمنة للاستثمار. هذا ويعد إنشاء المركز خطوة للتوفيق والتحكيم التجاري لحل مشاكل الجانب التجاري لتجنب طول المدة في المحاكم وتوفير الوقت والجهد والتوافق بين السلطة المحلية والقطاع الخاص. هذا اليوم يعتبر تدشين للعمل في هذا المركز، بحيث أنه يتم بدء استقبال القضايا من قبل الإخوة التجار، لأنه القضاء الذي سيفصل في هذا المركز هو قضاء نوعي تجاري يتعلق بالإخوة التجار والمستثمرين، بما يؤدي إلى سرعة الفصل في الخصومات بينهم وتوفير بيئة آمنة للاستثمار والمستثمرين. أعجبنا بالترتيب المكتب والأهداف الذي من أجله، وإن شاء الله يتحقق يعني يحقق هذا المركز الأهداف المرجوة في حل الإشكالات بين التجار والقضايا التجارية وتنمية روح التصالح والتوافق حول القضايا المختلف عليها في كل الأحوال.